السلام عليكم وأهلا بكم. بدأت قوات الجيش والمقاومة عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية بيحان التابعة لمحافظة شبوة. مصادر عسكرية قالت إن العملية انطلقت من محاور ثلاثة بدعم وغطاء جوي من طائرات التحالف. نتوقف مع هذا الحدث الميداني لنناقشه في محورين: ما أهمية تحرير مديرية بيحان؟ وماذا تخبئ الحكومة في جعبتها من خلال عملياتها العسكرية على الأرض في هذا التوقيت؟ ليست العملية العسكرية الأولى التي تطلقها قوات الجيش والمقاومة لاستعادة بيحان القريبة من منابع النفط في شبوة، وليست الوحيدة التي تخوضها القوات بالنظر إلى خارطة الجبهات المفتوحة مع الميليشيات الانقلابية، لكنها العملية التي تراهن عليها الحكومة لتأمين حقول النفط وتتويج عملية تحرير محافظة شبوة بالكامل والانتقال إلى الخطوة التالية في تحرير المحافظة المحاذية البيضاء. جبهات كثيرة تخوض معاركها قوات الجيش في شبوة وعلى تخوم صنعاء وفي تعز وعلى الساحل الغربي والصعدة والجوف بالتزامن مع مساعي دولية لفرض حل سياسي في اليمن، لكن هذه المساعي تنخفض كلما على صوت الميدان. كثير من التفاصيل نتابع أبرزها في التقرير التالي لنناقش محاور الحلقة بعد ذلك مع ضيوفنا. نتابع. تتجه الأنظار إلى بيحان، المديرية الأثرية القريبة من منابع النفط في شبوة. قوات الجيش الوطني والمقاومة أعلنت بدء عملية عسكرية واسعة لتحرير المديرية من سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع. هنا في موقع السلام ونقطة السلام الاستراتيجية. وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فقد نجحت العملية حتى الآن في تحرير جبل العلم ونقطة ومحطة السليم ومنطقة الساق وصولا إلى الخط الإسفلتي الواصل بمحافظة البيضاء حيث طريق إمداد الميليشيا من هنا. لعل هذه العملية العسكرية هي الثانية لإنجاز تلك المهمة المستعصية، واللافت أن سابقتها كانت تتويجا لعملية تحرير المحافظة في مارس الماضي، لكن لم يعرف حينها عن مآل تلك العملية أو نهايتها، وهو ما يعني على الأرجح احتمالان: إما أنها انتهت بإبقاء الجيش والمقاومة عليها كجبهة استنزاف للميليشيا، أو أنها وجدت فيها جبهة غير مهمة وغير مؤثرة بالنظر إلى خارطة الجبهات العسكرية المفتوحة. ولا تبدو العملية العسكرية الأخيرة بعيدة عن تلك الأجواء أيضا، فما يجري في بيحان ميدانيا هو حصار مفروض على المدينة واشتباكات يومية تمتد إلى عسيلان حيث حقول النفط، وهي مناطق تواجه فيها الميليشيات حرب استنزاف مكلفة من جانب المقاومة الشعبية ووحدات الجيش. أحيط الإعلان الجديد بضخ إعلامي تحدث عن تحريك تعزيزات عسكرية كبيرة تشارك فيها ثلاثة ألوية إلى جانب المقاومة الشعبية وطيران التحالف. رافقت ذلك بيانات عن تقدم كبير ضد الميليشيا، لكن غابت الصور والفيديوهات وبدت العملية موازية لتلك التي تخوضها القوات على تخوم صنعاء. ماذا تخبئ الحكومة في جعبتها هذه المرة في عملياتها الجديدة؟ وما دلالة توقيت إعلانها بالتزامن مع المساعي الدولية الهادفة لحل سياسي في اليمن؟ أسئلة تبدو لمراقبين واضحة وتحمل إجابات من واقع الميدان. فالراجح أن غرض هذه العمليات كسب أكبر قدر من الأرض وتشديد الخناق على مساحات سيطرة الانقلابيين وتواجد ميليشياتهم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن انضم لنا الآن: المتحدث باسم المقاومة في وادي بيحان السيد عايد الجلالي، وكذلك الناطق باسم القوات المسلحة العميد الركن عبدو مجلي. وأبدأ مع الناطق باسم المقاومة في وادي بيحان السيد عايد، لنبدأ من مسرح المواجهات في بيحان. أين وصلت قوات الجيش والمقاومة في عملية تحرير المديرية حتى اللحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر قناة بلقيس على هذه اللفتات الكريمة التي توليها هذه الجبهة وجميع الجبهات في عموم الوطن، كما نشكر كل من يساندنا في نيل حقوقنا في دحر هذه الميليشيا الانقلابية والوصول بوطننا إلى برلمان بمشيئة الله، وعلى رأسهم فخامة المشير عبد الرب منصور هادي وقيادة التحالف العربي المشترك. نعم. أما من ناحية العمليات العسكرية فهي تسير
بهمة وعزيمة عالية وإصرار بمشيئة الله لدحر هذه العصابة الإجرامية الإنقلابية التي أهلكت الحرث والنسل. حتى تم التحرك اليوم من 4 محاور، وحسب تقريركم الذي أذيع قبل لحظات قبل قليل، نعم، من جهة الميسرة تم تحرير جبل العلم والسليم وقطع الخطوط إمداد العدو من جهة الشرق. وأما من ناحية الميمنة فقد وصلت طلائع أبطال الجيش والمقاومة على تخوم مدينة النقوب على بعد حوالي 1.1 كيلومتر فقط، ولكن الأرض المفتوحة تحول عائق دون التقدم حتى يتم تركيب الصفوف بعد مشيئة الله خلال نعم. ماذا عن بقية المحاور سيد عايد؟ بقية المحاور أغلب المواقع التي في المحاور تم محاصرة توقف أمدادها من ناحية حيد بن عقيل والهجر، حيث لا يتمكنون إلا من طريق أخرى تأتي، ولم يساعدنا الطيران في استهداف هذه الطرق. أما الطرق التي في مرمى نيران لم يتمكنوا من الوصول منها. نعم. طيب حجم هذه القوات المشاركة في العملية كم يقدر؟ هل هذه القوات كافية لتحرير كافة أنحاء المديرية؟ بمشيئة الله حجم قوات حجم ضخم من 3 ألوية عسكرية مدعمة و4 كتائب قوة من أبطال المقاومة الشعبية، ويسيرون في خطى مدروسة بعناية فائقة والله الحمد. نعم. من هي الكتائب أو الألوية العسكرية المشاركة سيد عايد؟ الألوية العسكرية اللواء 21 ميكا و19 مشاه و26 مشاه. نعم. طيب إذا ما تحدثنا عن أهمية المواقع التي تم السيطرة عليها، هل ستسهل العملية في المعارك القادمة سواء في الأيام المقبلة؟ نحن بمشيئة الله لا 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 لا, لا ننظر أن العملية ستطول، نحن سنحسمها خلال الليلة أو بكرة بمشيئة الله. نعم. نعم. طول العمليات سينعكس سلبا على المقاتلين وعلى القوات، لكن نحن مصرين خلال الليلة بمشيئة الله الأمور تكون تحت السيطرة بمشيئة الله. إذا أشكرك المتحدث باسم المقاومة في وادي بيحان سيد عايد الجلالي، كنت معنا عبر الهاتف. ينضم أو أجدد الترحيب سادتنا المشاهدين بناطق باسم القوات المسلحة العميد الركن عبدو مجلي. مساء الخير سيادة العميد. مساء الأنوار. أهلا بكم سيادة العميد. يقول السيد عايد الجلالي أن المقاومة مصرة ومعها الجيش الوطني على إنهاء الأمور خلال هذه الليلة، هل الأمور مبشرة بهذا القدر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالذات تحية لك ولضيوفك الكرام ولكافة الفريق الإعلامي العامل في قناة بلقيس، وشاكرين لكم جهودكم الطيبة والمستمرة على تغطية المعارك في مختلف الجبهات الجمهورية اليمنية. أما عن سؤالك هل ستحسم في هذه الليلة؟ فالمعركة تحكم حكمها، والذي في الميدان هم الحكم، فأحيانا طبيعة الأرض وأحيانا المواقف العسكرية قد تكون الليلة، قد تكون خلال ساعات، قد تكون بعد أيام. ما هو المخطط إذن بالنسبة لهذه المعركة؟ هل يعني هناك الكثير من الحديث على أن المعارك في شبوة كانت تأخذ طابع الاستنزاف بالنسبة لميليشيات الحوثي، هل هذا الأمر وارد في هذه المعركة الجديدة في بيحان؟ طبيعة المعارك تأخذ طبيعة الاستنزاف وتأخذ طبيعة النصر، وغرض الهدف من كل المعارك هو تحرير الوطن اليمني كامل. إذا هذه المعارك خوض المعارك لأجل المعارك، خوض المعارك لأجل تحرير الوطن اليمني من براثن الميليشيات الانقلابية.
هو الفكرة سيدة العميد على أن هذه المعركة تأتي في إطار خطة متكاملة تهدف إلى مرحلة أخرى، مثلا بالدخول إلى محافظة البيضاء ومواجهة عسكرية أكبر هناك؟ أكيد، أي معركة تحدث في محافظة تنتقل القوات ويتم فتح الجبهات الجديدة في البيضاء، والبيضاء لها أكثر من سنة وهي أيضا تحارب تلك الميليشيات الانقلابية، كسرت البيوت ودمرت المنازل وهدمت البيوت على رؤوس ساكنها. فأكيد سيكون هناك تنظيم التعاون بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتحرير ليس البيضاء حسب. طيب سيادة العميد، الآن تحدث المتحدث باسم المقاومة في وادي بيحان على أن هناك ألوية عسكرية تشارك في الجيش الوطني، لواء 21 ميكا، 19 مشاة و26 مشاة تقريبا. هل هذه يعني كمية المقاتلين وحجم العتاد الموجود في شبوة يكفي لحسم هذه المعركة في معركة مديرية بيحان؟ المعركة كما قال فعلا تدور بعدة محاور، وهناك تنظيم وتعاون وتنسيق عالي بين وحدات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، سواء من اللواء 21 ميكانيكي في موقع العلم والسليم، وكذلك اللواء 19 وفي الخضير وفي العقيل، واللواء 26 مشاة أيضا الذي سيحقق التعاون المطلوب، وهناك كتائب موجودة من المقاومة الشعبية أيضا، وهناك أيضا طيران التحالف الذي تركها الميليشيا الانقلابية في عدة مواقع، والآن هم مسيطرين على الهيئات، ودائما في المعركة من تعلى رقم، يعني من سيطر على الهيئات الحاكمة هو الذي سيحكم المعركة، ولذلك الذي تكلم معك قبل قليل يعني ينظر من هذا المنظور، قد يكون بعد أن تسيطر على الهيئة الحاكمة تحكم المعركة بأسرع وقت ممكن. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيادة العميد. ينضم لنا مشاهدينا الكرام محافظ شبوة سيد أحمد لملس. مساء الخير سيادة المحافظ. يا مساء النور، أهلا ومرحبا أخي. أهلا بكم سيادة المحافظ. في اتصال هاتفي أجرى معكم رئيس الجمهورية بحسب وكالة سبأ، هنأكم فيه على الانتصارات الساحقة التي حدثت، هل حان الوقت للاحتفال بمحافظة شبوة كمحافظة تخلو من الحوثيين، أم أن الوقت مبكر لهذا الأمر؟ لا، بل قرب الوقت إن شاء الله. اتصال فخامة الأخ الرئيس أعطى دافع معنوي غير عادي المقاتلين في الجبهات المختلفة، جبهة بيحان. جبهة بيحان كبيرة مترامية الأطراف، تم تحقيق نصر لا يستهان به اليوم، لم يحقق في الفترات السابقة. منطقة بيحان، مديرية بيحان، مديرية عسيلان، مديرية عين، تمكث في الاحتلال ميليشيات الحوثي والانقلابيين منذ سنة وتسعة أشهر. لهذا تم تحصنوا تحصينات جيدة، إلا أن المعركة اليوم معركة نوعية مختلفة تماما عن المعارك السابقة التي قامت بها المقاومة. اليوم المقاومة ملتحقة بالألوية العسكرية بدعم تحالف أيضا، هناك تنسيق متكامل، ثم السيطرة على مواقع استراتيجية كانوا يتحصنون فيها، وزرنا المستشفى، زرنا المواقع العسكرية، تم الجلوس مع القادة العسكرية مع قيادات المقاومة، تنسيق متكامل، خطة معنويات عالية، الجميع عبر محافظة شبوة وكل الوطنيين كل مكان ملتحمين متفقين يتحركون أيضا بخطة عسكرية محكمة. طيب وأنتم الآن هناك في يعني داخل هذه الجبهات التي تدور فيها المعارك، كيف هي الأجواء؟ إلى أين وصلت بشكل أكبر القوات؟ هل من مؤشرات إلى حسم الأمر بشكل أسرع مما هو متوقع بالنسبة للمتابع للشأن في شبوة؟ بالتأكيد نحن نؤكد ونجزم ونبشر الجميع بالبيحان تتحرر خلال الأيام القادمة. لسنا يعني نذر رماد على العيون ونقول خلال ساعات، خلال أيام قادمة قليلة تماما. المواقع التي سقطت اليوم كان مواقع استراتيجية كبيرة ومحصنة، تم السيطرة عليها في العلم، في السليم، في العقدة، في الهجف، كلها مواقع استراتيجية وجبال مرتفعة تم السيطرة عليها، وأعطيت شهداء، مجموعة كوكبة من الشهداء. أيضا هناك
من الطرف الآخر هناك قتلى كثير وتم إرسالهم إلى الثلاجات هناك جرحى وهناك أسرى معنا وتعامل إنساني عالي موجود إلا الإصرار على دحر هذه القوى والقضاء عليها أمر مسلم به والجميع يجزم عليه. نعم. نقول أنها أيام قلائل جدا جدا تفصلنا عن بيحان وعن الجندق أيضا. وسنطلع مع الجندق إلى البيضاء. وهذه ربما أهم النقاط. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيادة المحافظ. أعود إلى الناطق باسم القوات المسلحة العميد الركن عبدو مجلي. سيادة العميد، هذه المعركة الآن، كانت هناك معركة سابقة لتحرير المحافظة لكنها يعني توارت عن أنظار الإعلام، الآن هناك معركة للتحرير، هل التنسيق مع قوات التحالف مع الجيش الوطني وكذلك كتائب المقاومة كافي هذه المرة لتحقيق نصر استراتيجي كما يقول سيادة المحافظ للانتقال إلى محافظة البيضاء من بعد ذلك؟ فعلا الآن التنسيق أولا بين طيران التحالف الذي تدعمه المملكة العربية السعودية وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، تمكنت فعلا الوحدات المسلحة في هذه المواقع المسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف في صباح اليوم من التحرير لهذه المواقع، وخاصة الهيئات الحاكمة والهامة في مديرية بيحان غرب شبوة، حيث تم السيطرة على جبل العلم وجبل السليم ومنطقة الساق وتحرير حيد بن عقيل وهجر بن الكحلان. واستمرت قواتنا المسلحة البواسل في تنظيم التعاون والتقدم والسيطرة على الخط الاستلتي وقطع طريق الإمدادات عن الميليشيات الذي يأتي عبر محافظة البيضاء. وقد استخدمت قواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية أساليب تكتيكية هامة من المباغتة والمفاجأة والالتفاف والتطويق، وعلى إثر ذلك تكبدت الميليشيات الإنقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وحدثت انهيارات جمة وفرار العديد منهم أمام الصمود الأسطوري من قبل قواتنا المسلحة البواسل والمقاومة الشعبية، كما حصرت أعداد كبيرة من الميليشيات. هل من إحصائيات سيادة العميد؟ وقطع طريق الطرقات بين مواقع الحوثي الشرقية والوسطى. سيادة العميد، هل من إحصائيات لحصيلة القتلى من الحوثيين وإصاباتهم والعتاد العسكري إذا كان هناك الذي يعني استفادت منه المقاومة الشعبية والجيش الوطني في هذه المعركة؟ الأعداد الكبيرة سواء من الآليات أو من المعدات، وهناك من تركوا جثث قتلاهم في الشعاب لا يبالون بهم. إذن أشكرك ناطق باسم القوات المسلحة العميد الركن عبدو مجلي، كنت معنا عبر الهاتف. وبالعودة إلى سيادة المحافظ، سيادة المحافظ أنتم في قيادة السلطة المحلية، هل هناك خطة لما بعد عملية التحرير هذه في حال بإذن الله يعني توجد بالنصر؟ بالتأكيد نحن عندما عكف العسكريون لإعداد خطة تحرير بيحان، نحن أيضا جهزنا حزمة من العملية التنموية في مجال الخدمات لمديرية بيحان. هناك ترتيب أوضاع الجانب الخدمي لأبناء المديرية. أنا أيضا من خلالكم أوجه رسالة لكل الساكنين في العليا بيحان في المناطق التي نحن في الطريق إليها أن يثبتوا ويصبروا، وكما عهدناهم رجال أشداء نحن قادمون إليهم بكل محبة وسلام، قادمين إليهم كل الخدمات وربي سنعوضهم عن ما دمره تلك آلة الحرب العدوانية، سنعيد لهم كثير من الخدمات اللي حرموا منها. لدينا خطة شاملة في مجال الصحة، في مجال التعليم، في مجال الكهرباء والمياه. لدينا أيضا إدارة متكاملة من أبناء مديرية بيحان في إجازة التنفيذية ومجلس المحلي. نعم. طيب الآن هناك من يشكك في قدرة السلطات ليس على الجانب الصحي وكذلك، لكن على عملية تأمين حقول النفط وكذلك شريط الساحلي الكبير في محافظة شبوة، خاصة مع حديث عن منافذ تهريبية تشهدها هذه المحافظة، كيف يمكن الرد على هذا؟ سيدي الكريم، من يشكك لا يدرك نوايا قيادتنا السياسية التوجه الصائب. في 1 ديسمبر مطلع هذا الشهر تم السيطرة على مديرية رغوم بشكل متكامل أمني من أبناء مديرية رغوم
الذي تم تدريبهم في دولة الإمارات الشقيقة، وهم النخبة الشبوانية، طلائع النخبة الشبوانية الذي سيطروا على هذه المديرية ورتبوا جانب الساحل، أيضا منشأة بالحاف الغازية، وهذه من أهم المنشآت الاقتصادية على مستوى اليمن. هناك خطة ومنهجة لتأمين كل مديريات المحافظة وأهمها حقول النفط أيضا. أنا أؤكد أن أبناء محافظة شبوة أولا هم حريصين وهم أداة أمن وحماية لهذه المنشآت لما لها من عامل تنموي وخدمي للمحافظة. نعم، إذا أشكرك سيادة المحافظ محافظ شبوة السيد أحمد لملس، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. وينضم لنا مشاهدينا الكرام الآن علي الأحمد، عضو الهيئة الاستشارية الوطنية. مساء الخير سيد علي. أهلا أهلا بكم أستاذ علي. أنت في الهيئة الاستشارية الوطنية وأيضا باعتبارك من أبناء شبوة، ما أهمية معركة تحرير بيحان واستعادتها إلى حضن الشرعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أخي الكريم ومساء الخير للسادة المشاهدين جميعا. أهلا بكم. بالنسبة لمعركة استعادة بيحان، معروف أن بيحان كانت من هي الخط الدفاعي الأول لمحافظة شبوة، وكانت المعارك في تلك المنطقة من أوائل المعارك يعني التي حصلت. يعني الانقلابيين توجهوا باتجاهين متوازيين، اتجاه الى عدن واتجاه اخر الى محافظه شبوه، وكان يعني اهل شبوه قدموا تضحيات عظيمه في تلك المعارك، ولا زلنا نتذكر بالم ما حصل من سقوط لمناطق مثل السليم والعلم اللي تم استعادتها اليوم. يعني كان غرض الانقلاب هو الامتداد باتجاه شبوة ثم التوجه شرقا الى حضرموت والوصول الى سواحل شبوة الأدماء يعني يقع فيها من يعني مواقع نفطية استراتيجية في منطقة الحاف. انكسر هذا التقدم في وسط شبوة، لم يستطيعوا ان يسيطروا على محافظة شبوة بشكل كامل ليحققوا ما يريدونه. استمر أبناء شبوة في تقديم التضحيات، استمروا في حتى خرج الانقلابيون بعد انتصارات متوالية في عدة محافظات في عدن وأبين ولحد وأجزاء من تعز ومن مارب، انسحبوا باتجاه بيحان وبقوا متمركزين في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمثل أيضا هي نقطة مركزية في الجمهورية اليمنية بشكل عام. استطاعوا من خلال سيطرتهم على بيحان إيصال خطوط الإمداد القادمة من عدة منافذ، مع الأسف تم اكتشافها مؤخرا عبر بعض الدول المجاورة، تأتي أسلحة وذخائر وإمدادات وتمر عبر هذه المناطق باتجاه البيضاء ثم إلى صنعاء. سقوط أو تحرير بيحان يعني بعد سقوطها السابق بأيدي الانقلابيين بدأت من هذا الموقع الاستراتيجي، سيقضي على كثير من آمال هذه الميليشيات الإجرامية، ويعني يمهد للقضاء بإذن الله قريبا على الانقلاب ودحره بشكل تام عندما تتحرر جميع مارب شبوة وبإذن الله تعز. يعتبر أن الانقلاب انتهى لأن بقاؤه في صنعاء هو يعني لا يملك أي مقومات للبقاء. طيب هذا يدفع للتساؤل سيد علي، في هذه المناطق يعني يدفع للتساؤل، هل في توقيت هذه العملية أي دلالة يمكن أن تكون موجودة، خاصة أنها ليست العملية الأولى التي يعني تطلقها قوات الجيش الوطني لتحرير شبوة، ما تبقى من مديريات تحت سيطرة الانقلابيين؟ حقيقة أخي الكريم كان يعتبر بقاء الانقلابيين في بيحان يعني يمثل علامة استفهام لدينا، يعني لماذا تأخير خطة تحرير بيحان؟ كان يعني الشباب والأبطال المقاومة في شبوة يقدمون تضحيات ودماء لأجل تحرير بيحان، لكن
لم يوجد الدعم الكافي والخطة الشاملة التي تتكامل فيها جميع الجهود، سواء جهود الطيران التحالف مع جهود الجيش الوطني مع أبطال المقاومة. وحصل يعني في بعض المعارك سقوط قرابة 50 شهيد خلال يومين عندما تقدم الشباب، ولم يكن هناك التنسيق الكافي. الآن هذه المعركة من خلال ما توصلنا وما لمسناه هي يعني مختلفة تماما عن المعارك السابقة. أولا حضور يعني واضح للقيادات الجيش الوطني الموالي للشرعية، أيضا السلطة المحلية بمحافظة شبوة منذ الصباح الباكر، الأخ المحافظ الأستاذ أحمد حمد الأملس متواجد مع قيادات من السلطة المحلية. أيضا قبل ذلك هناك تحرك أيضا في عدة جبهات في نهم، وزيارة نائب رئيس الجمهورية للمواقع الاستراتيجية. كل هذه العوامل أيضا تغطية لا أنسى تغطية الطيران بشكل دقيق وكثيف في بيحان وفي نهم هذا اليوم. كل هذه المؤشرات تدل أن هذه المعركة هي معركة حاسم بإذن الله. لن نستيقظ غدا، لن تستيقظ الجمهورية اليمنية بإذن الله غدا إلا وبيحان محررة، والتضحيات والصبر والجهد الذي قدمه أبناء المقاومة وأبناء محافظة شبوة يعني لن يذهب هدر، وسيدحر هذا الانقلاب إن شاء الله. وهذه المعركة تمثل إن شاء الله نقلة نوعية في سير المعارك في شبوة، ستكون بهذه المسألة قد تكمل تحرير شبوة، سيعطي دفعة لتحرير باقي المناطق إن شاء الله. إذا أشكرك جزيل الشكر عضو الهيئة الاستشارية الوطنية السيد علي الأحمد، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، شكرا جزيلا لحسن المتابعة والإنصات، كما هو الشكر موصول لجميع الضيوف الذين كانوا معنا. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزملاء في طاقم العمل التحريري والفني، وتحيات معد ومنتج البرنامج الزميل محمد القاسم. إلى اللقاء.